شهداء الثورة السودانية وعجل الشفاء للجرحى والمصابين الما زالوا مصابين الما زالوا بيعانوا. الثورة دي لولا المصابين اللي لسه بتعالجوا والناس في المقابر ال 1600 جثة، بلد دي ما كانت شوية اتنفست، ما كان الخمسة كيزان ديل مشوا، ولا كان العطالة ديل قاعدين في السلطة. من الواجب علينا قبل أي حاجة نعالج الناس اللي كانوا قاعدين في الاعتصام، لولاهم ما كان العطالة دي قاعدوا في سلطة، ولا كانت البلد جابت نجوس الرمم ديل. مفروض نعالجهم الشباب ديل، مفروض يتعالجوا. لا في زول بيعالج فيهم الآن، لا في زول بيدعم فيهم. القروش بتمشي تدعم جيوش، بتدعم لها ناس بيدربوا في جيوش للآن بعد اتفاقية السلام، بعد ما الناس خلاص اتفقت على السلام، بعد ما الناس جات وقعدت باسم السلام في الكراسي في الوزارات، ولسه الحركات المسلحة فاتحة معسكرات تدريب وتجنيد. للآن الحركات المسلحة بتشيل حقك وفاتحة معسكراتها بتجند. معناتها سلام ما في كلام اسمه سلام، ما في. الناس ديل بيدربوا في جيوش عشان يوم من الأيام تيجي تموت انت. عشان كده مفروض الشعب السوداني يوعى قبل فوات الأوان. لجنة إزالة التمكين، مفروض لجنة إزالة التمكين خلاص الناس اللي فيها يتحققوا معهم، لأنه ما ملايكة. طالما فساد ظهر، طالما الريحة فاحت، طالما بقت أساميهم ارتبطت بالفساد مع وجود أدلة وبراهين، مفروض طوال يتحاسبوا. احنا دارين نأسس لوطن ما في زول أكبر من القانون، ما في زول أكبر من القانون. لجنة إزالة التمكين مفروض الآن تحل رسميا. احنا ما دارين لجنة إزالة التمكين، احنا دارين مفوضية إزالة التمكين، مفوضية عشان يكونوا فيها استغلالية، عشان تكون عندها غرارات، عشان تكون مستغلة، عشان تكون ما فيها أحزاب. دارين مفوضية غايمة بذاتها، ما دارين لنا إزالة التمكين يسرقوا فيها ناس وينهبوا منا ناس ويغنوا منا ناس وياكلوا قروشنا حقتنا، ولا في زول بحاسبه. عشان كده احنا ما دارين ما ما ما, ما حاجة منزلة من السماء. ولا الثورة أساسا يا ها لجنة ذات التمكين، ولا الثورة العطالة ديل، لا لا قال لك منو؟ قال لك منو ديل حرامية؟ نحن عارفينه، دارين نثبتوا ما حرامية؟ اللي يجوا حاسبونا بالورقة والقلم. اتجي لجنة ذات التمكين تحاسب بالورقة والقلم، لجنة بتاعت حرامية، لجنة بتاعت لصوص، ما بتمثل الشعب السوداني، ولا اختار الشعب السوداني، ولا جاب الشعب السوداني. الكوادر اللي فيها كوادر كلها فاسده، ما عندها علاقه بوطن. عشان كده ما في حاجه اسمها لجنه ازاله التمكين يا هالثمره بتاعت، لا لا ما ثمره، ثمره للحرامي، ثمره للتافه الخزر اللي ما عنده اخلاق. دي ما ثمرتنا بتاعت ازاله التمكين. دي الناس حرامية، دي الناس لصوص، دي الناس دايرين يتاجروا وبيقول لهم حرامية وليهم الغيامة حرامية. ما حرامية تعالوا حاسبونا، ادونا حقنا تعالوا حاسبونا بالورق والقلم. القروش شلتوها من الناس تعالوا حاسبوا بها بالورق والقلم، جيبوا الورق والقلم تعالوا حاسبوا، قولوا شلنا وسوينا ودخلنا وعملنا. ما بتقدروا ليه؟ لأنكم حرامية، لأنكم سرقتوا البلد، نهبتوا البلد، ريحتكم فاحت. عشان كده لجنة إزالة التمكين لازم تتحل الليلة قبل بكرة، ولازم ناس ويدي يعرضوا لمحاكم. لو احنا جبنا الفاسد ده وحاكمناه تاني ما في زول بيسري، لو جبنا الحرامية ديل وحاكمناهم ما في زول تاني بيسري، الوطن بيمشي. لكن احنا دارين نطبل ودارين نستر عليهم ودارين نقعد نظاري، ولجنة إزالة التمكين هي الثورة وما ممكن يسرقوا. ادينا الدليل، احنا ما دارين لنا خطب سياسية، ولا دارين لنا اناشيد وطنيه، ولا دارين لنا كذب ولف ودوران، دايرين دليل. عندك دليل انه لجنه ازاله التمكين نزيهه؟ ادينا دليلك. احنا بنديك مليون دليل انها لجنه فاسده. احنا ما دارين نقاش عقيم، نقاش ساي بالشعارات وبالخطب السياسيه وبالريده، لا لا ما دارين كده. احنا دارين نقاش واضح وصريح. لجنه ازاله التمكين اطلعي في مؤتمر مفتوح عام، مؤتمر مفتوح عام في قاعة الصداقة، كل الشعب السوداني الدارجي اللي يجي مفتوح عام.
جاوبي على الذي تحت الشعب السوداني بالأدلة والبراهين، ما بالحجة ولا بالكذب ولا بالنفاق. احنا كده بنقتنع عنك لجنة بريئة، ما لكن انتوا ما عندكم حاجة دار انت مشوها فينا. اللجنة دي ها زي ما قال الانتهازي ياسر عرمان، الانتهازي ياسر عرمان، الانتهازي ياسر عرمان، بعد ما بقى مستشار حمدوك الآن قاعد يدق في الدلوكة. هو ذاته شنو؟ هو ذاته ما احنا ما مقتنعين به، لا مستشار ولا مقتنعين به حاجة. إنسان فاسد زيه زي أي فاسد، جزء من الكيزان وحكم مع الكيزان. عشان كده لجنة إزالة التمكين أول حاجة لازم تتحل لجنة إزالة التمكين الليلة قبل بكرة، ولازم ناس ويدي وصلاح مناع وناس عروة وناس محمد الفكي لازم يتحاسبوا، ولازم يكشفوا عن حساباتهم كلها في البنوك. كم ما نحن دارين ناسس وطن، وطن شفافية، دارين ناسس وطن عدالة، ناسس وطن عدالة بالعاطفة والحب والريدة، ما بيتأسس، ما بيتأسس. دارين ناسس وطن بتاع عدالة، ما بيتأسس. دارين ناسس وطن خالي فساد، ما بيتأسس. عشان كده لازم المحاسبة. لجنة إزالة التمكين فسدت، لجنة إزالة التمكين سرقت ونهبت، لجنة إزالة التمكين من أسباب دمار البلد. لأنها قروش شالتها ما معروفة وين ودتها، لأنها شالت ناس كفاءات بنعرفهم ما كيزان، شالت لها ناس كفاءات ما كيزان، ما عندهم علاقة بالكيزان، شالتهم عشان الوظائف تستفيد منها هي في تمكين جديد. عشان كده القصة ما قصة أنك أنت جاي تقنعني بكلمتين تكتبوا لي في بوست تقول لنا لجنة إزالة التمكين ده آخر خط أحمر. لا ما خط أحمر، ليه؟ أنا أشجع لي حرامي، ليه أنا أطبل؟ عندك خط أحمر طلعوا لنا مستندات، طلعوا لنا ردوا للفساد المليون فساد ده، ما فساد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، سؤالين حقنا ده سؤال كبير، طلعوا فواتير، طلعوا لنا منصرفات، طلعوا لنا إيرادات، الفيديوهات موجودة حقت الحلقات كلها، بنطلع لكم مليارات المليارات، وين وديتوها؟ لا دارين لنا كذب، لا دارين عاطفة، لا دارين، لا صورة جات عشان نزاهة عدالة، ما جات عشان تطبل، ما جات عشان تخدع، ما جات عشان تغش الناس بالأمانة والشرف وهم حرامية. والدليل اثنين منكم متحرين الآن لقوا في حساباتهم مليارات المليارات، اثنين وقبليهم كثير، قبليهم كثير، مليارات المليارات اللي لقوها في حسابهم. السودان ما شال من إزالة التمكين، ناس معاكم بيأكلوا معاكم بيفطروا معاكم، جزء منكم، جزء منكم، معناته أنتوا بقيتوا جهة مشبوهة، معناته لجنة إزالة التمكين جهة فساد ما فيها حاجة. إحنا كضابين أطلع للشعب السوداني بفواتيرك ما بقصصك، ما تقعد تحكي لنا قصص، دارين فواتير، دارين إيرادات ومنصرفات، دارين قروشنا وين. جبريل قال مديتوا حاجة، قال ما عارف عنكم حاجة مية مرة، وزارة المالية ما عارف عنكم حاجة، مال مجنب نفس مال الجيش المجنبين نوت 82% إزالة التمكين المال حقها مجنب، وين ما معرف. عشان كده اللي بتغش بإزالة التمكين ده إنسان حرامي يا فاسد يا إنسان ما فهم حاجة ديك ساي، لأننا نحن ما طلعنا عشان نجيب لنا إله نعبده، ولا طلعنا عشان نقعد ندافع عن فاسد، ولا طلعنا عشان نقعد نتخاطب، لا لا، احنا بيناتنا اوراق ومستندات، بيناتنا ادله وبراهين، بيناتنا حاجات ماديه، لكن بيناتنا طلط ونفاق وتطلع لي وتقعد تعمل لي وتقول لا لا ده ما بنصدقك ولا عندنا لك حاجه. لجنه ازاله التمكين اهم حاجه انها تتحلى والناس اللي فيها يتحاسبوا، ولازم حساباتهم يكشفوا حساباتهم للشعب السوداني، حساباتنا الداخلية والخارجية، ومن السهل جدا تنكشف، ما من الصعب، من السهل جدا الناس تعرف حساباتهم كم، حساباتهم كم. سألناكم سين سؤال بتاكلوا من وين؟ انتوا اساسا قلتوا احنا متطوعين ما عندنا رواتب، انسان متطوع ما عنده راتب بياكل من وين؟ بيسرق من يعني بيسرق وياكل؟ عامل لنا سريات براه؟ ما في انسان انا داير اجيب لي اعمل لي شفافيه واعمل لي حاجه نزيهه امينه، لازم الزول ده ادي راتب عشان يشتغل. ناس رضت تشتغل بدون راتب معناتها حراميه، ناس رضت تشتغل بدون راتب معناتها حراميه، معناتها عندهم سكه تانية بياكلوا منها. ليه ما تشتغلوا برواتب؟ اشتغلوا براتب وشيل راتبك وكلوا، لكن انتوا دايرينها مفتوحه.
مليارات المليارات الآن ما معروفة وين، مجنبنا لصالح منه ما معروفة. ده هم موضوع لو احنا فعلا دارين ننتصر للثورة وللشهداء وليسر الشهداء، لجنة إزالة التمكين لازم تتفضح، لجنة إزالة التمكين لازم تتفضح، لأنها متواطئة مع الكيزان، لأنها بينه وبين الكيزان تواطؤ ما طبيعي، والأدلة والبراهين وكل حاجة بتقول كده. هسه أمس طلعوا النعمان وطلعوا لك الثاني بتاع الدفاع الشعبي، شهرين ولا شهر قضوه طلعون لك. ليه؟ لأنه جاياك مليونيات غادمة، حيشوهوا لك المليونية بشنو؟ ما بين الاثنين ديل، الاثنين طلعون لك أمس ناس ذات التمكين ديل عشان يشوهوا لك المليونية الجاية، لأنه لو خدتهم في السجن ما عندهم حاجة يقولوا عليك، ما عندهم حاجة يقولوها لك، ولا حيقول لك أنه معك كيزان، لأنه ناس النعمان ديل معروفين كيزان نشطين. طلعون لك برا، طلعون برا بدون أي حق، طلعون برا. أنا زول حرامي وزول فاسد وزول هدد وزول متهم بأنه حيعمل تفجيرات وحيعمل وحيعمل، بطلعه؟ زول متهم بأنه حيعمل تفجيرات وحيخرب وحيدمر وحيسوي انقلاب، بطلعه؟ معناته شنو؟ معناته لجنة إزالة التمكين لجنة فساد، لجنة إزالة التمكين أم الفساد في السودان، لجنة إزالة التمكين كلها عطالة، لجنة إزالة التمكين كلها منافقين ما عندهم أخلاق ولا عندهم شرف. احنا ما دارين حجة ولا دارين مجاملة، ده وطن، وطن ده ما حق ابوها لكم، حقنا كلنا، يا نختار الزول اللي بيمثلنا يا علينا وعلى أعدائنا، علينا وعلى أعدائنا، لأنه الاستبداد بيجيب الدولة البوليسية، الدولة البوليسية بتجيب داعش، بتجيب الأعمال المياهة، بتجيب الإرهاب. الإرهاب بيجي من وين؟ بيجي من وين؟ لما الشعب يعيش ديكتاتورية، لما الشعب يعيش استبداد، لما الشعب يعيش في ذل وإهانة، الدولة بتنقلب لموت حمل، لأنه تاني ما في شعب بيسكت. يا وطننا يرجع بالطريقة اللي احنا دايرينها يا علينا وعلى أعدائنا. لكن قصة نقعد نتغشى زي الطيرة المعاكم، زي القحاط النية التافهة القذر والدلبارات، نتغشى ما بنتغشى، احنا دارين حقنا، احنا دارين، احنا شلنا الكيزان عشان نعيش، دارين نحاسب، وين الحساب؟ الحسابات كيف السيستم بتاع الحسابات كيف بيكون؟ بال 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 بالخطب والمؤتمرات الصحفية ولا بالأدلة والبراهين؟ حسابات يعني الرياضيات، يعني الرياضيات، يعني جبنا كده مليارات المليارات صرفنا منها كده، سلمنا الزول كده، جيب الزول سلمته. لكن ما تجي تحكي لي قصة في منصات والناس تقعد تصفق لك. أول مرة في التاريخ أشوف وشاهد مؤتمر الناس بتصفق فيه، أنا ده ما شفته، مؤتمر صحفي بيصفقوا فيه، ده أنا أول مرة أشوفه في التاريخ. مؤتمر صحفي ده ناس بيجوا بيزالوا حاجة رسمية، ده ما مؤتمر بتاع ده، الناس كلهم آراءهم مختلفة، مفروض الناس اللي قاعدين في المؤتمر الصحفي ده كلهم ناس وكالات أنباء صحف دارين يوصلوا مع معلومة. اللي بيخليك تصفق شنو؟ اللي بيخليك تصفق شنو يا منحط يا قذر يا تافي؟ اللي بيخليكم تصفقوا شنو؟ اللي بيخليكم تصفقوا شنو يا رمم؟ اللي بيخليكم تصفقوا شنو؟ يعني كل ما الصفقة كانت كبيرة كل ما ناس ويدي عينوه قدام. أنا ما شايف لي حاجة في وطن اتغيرت ولا شايف لي شيء. نفسي فساد الكيزان وأسوأ منه، نفسي دمار الكيزان وأسوأ منه، نفسي غرف إشباح الكيزان وأسوأ منه. غرف إشباح الكيزان بتاعت الاغتصابات، الآن عندك غرف بتاعت اغتصابات، الآن عندك شباب زي الورد بيختصبوه، شباب سوداني بيختصبوه. الاغتصاب بقى فكر ومنهج، احنا ما غيرنا حاجة ولا بدلنا حاجة ما والله شباب زي الورد بيختصبوه، احتغلوه واختصبوه. كلام ده ما زماني، كلام ده سعناه 3 شهور، كلام ده قبل 3 شهور، شباب زي الورد اختصبوه. وانت قاعد حارس وطنك، وطنك تحارس ليش نو؟ كيزان ما مشوا ولا كيزان يتغيروا، الكيزان قاعدين، السلطة الآن في يد الكيزان، الآن السلطة ماسكنا الكيزان. هل النعمان اختصبوه؟ النعمان الكوس سمحت بيه اختصبوه ولا عذبوه ولا طلع مشوه؟ بالعكس طلع سليم معافى.
اللي اختصبه ده منه؟ ده الترس اللي كان معاك في الاحتصام، ده الترس اللي كان قاعد معاك في الاحتصام، اطلع عشان وطن، اطلع ضد الكيزان بيختصبوا، لكن الكيزان ما بيختصبون. معناته شنو؟ معناته ما في حاجة، ما تغير حاجة. معناته الناس كلسي قاعدين ديل جزء من الكيزان، جزء من الكيزان أساسا، جزء ما في حاجة تغيرت، ما في حاجة تغيرت. وانت طالع تتكلم وطن حنجيب وطن 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 وطن، ما بيجيك بيه كده، ولا بيجيك بالشعارات ولا بالغنى ولا بالصفقة ولا بالرقص. وطن بيجيك بالوعي، لما تشعر بالوطنية بتحرقك في قلبك، بتعرف الوطن شنو. لكن انت قاعد تطبل ليه؟ قحاطي قاتل مجرم فاسد، قاعد تطبل ليه؟ قحاطي ما عنده أخلاق، قاعد تطبل ليه؟ قحاطي بيبيع في بلدك وبيأكل وبيسرق. البلد الآن بقت عبارة عن فساد مغنن، فساد مغنن، فساد وبالقانون، فساد وبالقانون، والسرقة على عينك يا تاجر. الفساد الآن ما ولا ربعه زمن الكيزان، بأمانة وبكل تفاصيل، مش أمانة ساي، بأمانة خذ 100 خط حتة. الآن في فساد ما طبيعي. لجنة مصابي ديسمبر، لجنة مصابي ديسمبر، وفي لجنة أسود النضال، الاثنين ديل الهدف حقهم واحد، اللي هو شنو؟ معالجة الجرحى، معالجة الجرحى. خدت هذه في راسك، معالجة الجرحى، لجنة أسود النضال ولجنة مصابي ثورة ديسمبر، لجنتين. اللجنة بتاعت مصابي ديسمبر شغالة كويس، شغالة كويس، بتعالج في الناس. أنا اتصلت بالمصابين ذاته وفعلا شغالين كويس، والناس اللي معاهم كويسين وبيتعالجوا كويس وكل حاجة. ظهرت لجنة تاني، اللجنة التانية دي فيها ناس خلاص يتعالجوا، ما الإصابة دي مرحلة من الزمن بتتعالج، بتمشي لقدام، طالما بقيت كويس وخلاص معناته تاني انت ما محتاج، ما خلاص انت تعالجت. حتى المصابين بتاعين الثورة انقسموا لقسمين، حتى المصابين، لجنة قريبة من الحكومة، لجنة قريبة من الحكومة، ولجنة قريبة من الشارع، لجنة قريبة من الحكومة ولجنة قريبة من الشارع. انتوا يا لجنة أسود النضال خلاص انتوا أسود نضال اتعالجتوا كتر خيركم، عندكم حاجة تانية؟ ما عندكم. في لجنة قديمة خلاص شغالة الآن بتعالج الجرحى، بتعالج الجرحى وبتعالج المصابين الآن، موجودة اسمها لجنة ثورة ديسمبر، لجنة ثورة ديسمبر. خلاص الكلام هنا انتهى، يعني الشغلة ما إلا تبقى اثنين، أي حاجة اثنين، معناته ده فساد، ده في ده فساد. منو ما كان فساد؟ احنا طلعنا عشان الفساد ده، احنا طلعنا عشان الناس اللي بيسرقوا في بلدنا كده بالطرق دي. في ناس انتهازية بتسرق في البلد بكده، بيجيك باسم الثورة بياكلك، بيجيك باسم الثورة بيسرقك، بيجيك باسم الثورة بينهبك، بيجيك باسم الثورة بياكل كده، واحنا ما عارفين الكلام ده، ما دايرينه. احنا دايرين وطن، الداير وطن حبابه، الداير قروش ومنظمات وساكية، امشي اقعد في بيتك، لا في وطن لا بتمثل لك ذو. لاننا نحن ما ممكن نسكت على الفساد، الفساد فساد، كان زمن الكيزان، كان زمن عزرائيل، كان زمن فساد، نفس الفساد حق الكيزان الان اسوأ منه. كل ناس خلاص بيقوا عطالة، بيقوا مقابلين يسرقوا كيف، كل زول عاطل بيقى لا احنا دايرين وطن نبني بالصح، نبني بعرقنا وجبيننا، نبني بالحلال، ما نبني بأنه حاجة. خلاص لجنة زالت، لجنة مصابي ديسمبر دي كفيلة بأنها تعالج كل التروس، ولجنة محترف بها. اللجنة الثانية دي شنو علاقتها شنو بالعلاج؟ ما نحن دارين نعرف علاقتها شنو. لجنة أسود النضال دي علاقتها شنو؟ طالما في لجنة بهناك مصابي ديسمبر مش دارين يتعالجوا، اللجنة ديك بتقوم باللازم، ولجنة محترف بها، ولجنة فعلا يا هون التروس اللي ما بيتحركوا، التروس اغلبيتهم مشلول، اغلبيتهم ما دي هاللجنه موجوده. اذا اللجنه الثانيه ما عندها اي ضروره، ومفروض طوالي تكون لجنه واحده. عشان كده الشغله بقت شنو؟ كلها المتاجر الان، وزي ما قلت لك في لايف قديم انه فعلا في ناس استثمروا من الثوره وسرقوا ونهبوا، الان للان السرقه شغاله. احنا دارين نتكلم بشفافيه ونعالج مشكله،
ولا دارين نسكت وندس؟ دارين نغش على بعض نقعد نتكلم في المواضيع الانصرافية، نتكلم في القصص والأغاني والكلام والله والله، وانت كنت راجل وانا راجل. احنا دارين نبني بلد لازم نتكلم في المواضيع الضيعت الصورة. الضيع الصورة شنو؟ الفساد، الفساد اللي هو في لجنة ذات التمكين، والفساد في المنظمات، المليون منظمة، مليون منظمة بعد الصورة كل زول قابل اثنين ثلاثة عملوا لهم منظمة، كل اثنين ثلاثة كونوا منظمة يجمعوا قروش، يتكونوا منظمة يجمعوا قروش، كونوا منظمة يجمعوا قروش، وكله بيأكل من كله، كل زول بيأكل في مكانه، كل زول بيسرق في مكانه، كل زول بينهب في مكانه، والبلد وزارة المالية ما فيها قرش،